السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قناة Profit in the World. شكرا ل 5930 مشترك على القناة، شكرا جزيلا. اقتربنا من 6000، ولكن هدفنا لهذا العام قبل نهاية عام 2022 أتمنى أن نصل إلى 10000 مشترك إن شاء الله. إذن الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم هو أننا سوف نقوم بشرح لكم موقع للربح من الكاش باك. ما هو الكاش باك؟ باختصار شديد، هناك الكثير من الأشخاص يشترون من الإنترنت، سواء من علي إكسبرس، من أمازون، من إي باي، ومن بانجود وغيرها من المتاجر الإلكترونية. عندما يشترون منتج مثلا ب$5، يعني مباشرة تذهب تلك $5. وإنما هذا الموقع الذي سوف نقوم بشرحه لكم هذا اليوم هو موقع يسترجع لك نسبة مئوية من المشتريات الخاصة بك تصل إلى غاية يعني 30% أو 40% أو 10% على حسب المنتج، وأيضا هنالك في بعض الأحيان يعني عروض لمدة قصيرة. وبالتالي هو باختصار يسترجع لك بعض الأموال من مشترياتك. فمثلا لو اشتريت منتج مثلا ب $100 سوف يسترجع مثلا لك 3% أو 5%، يعني سوف يسترجع لك $5 أو $3. أنت في كلتا الأحوال يعني رابح، وبالتالي كل منتج تقوم بشرائه يسترجع لك بعض الأموال منه، وبالتالي هذه الأموال تقوم ب يعني يتم وضعها في حسابك، ومن ثم تقوم بسحبها من جديد إلى حسابك على PayPal أو بطاقة الفيزا، وبالتالي راح تتحصل وتقوم بجمع مبلغ معين من مشترياتك، وهذا المبلغ سوف تقوم بشراء به من جديد إذا أردت بطبيعة الحال. وبما أنه الجمعة السوداء أو البلاك فرايدي قريب جدا، فلذلك استغلوا هذا الموقع في الشراء عبره حتى تتحصلوا على بعض الدولارات من أموالكم من الشراء عبر الإنترنت. إذا مباشرة راح ننتقل إلى الموقع. الموقع اسمه إيجرال كما تلاحظون، أترك لكم الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. عندما تقوم بالدخول إليه وتقوم بالتسجيل تتحصل على 5 يورو هدية التسجيل. نعم إخواني الكرام، ستتحصل على 5 يورو، والحد الأدنى للسحب من هذا الموقع هو 20 يورو فقط، يعني بالتالي راح تقوم فقط ببعض المشتريات، راح تصل الحد الأدنى وتسحب على حسابك. إذا مباشرة راح تقوم بوضع الإيميل الخاص بك، ثم الاسم، ثم الباسورد، ثم الموافقة بهذا الشكل على القوانين الخاصة بالموقع، ثم تقوم بحل كود الكاباتشا، ثم تضغط على خيار إنشاء الحساب. بعد ذلك إذا أرسل لك الموقع رسالة في البريد الإلكتروني قم بالدخول إليها، قم بتفعيل حسابك. بعد تفعيل الحساب مباشرة قم بالرجوع وتسجيل الدخول. عندما تقوم بتسجيل الدخول راح تجد في الحساب الخاص بك، يعني كيف نقول، راح تجد في حسابك 5 يورو. انا مباشرة سأقوم بتسجيل الدخول، راح اقوم فقط بتجديد الصفحة هكذا، ثم نقوم بالذهاب الى هنا، ثم نقوم بإعادة تسجيل الدخول بهذا الشكل. هذا هو الحساب الخاص بي. فمباشرة راح نذهب ونشاهد إثبات السحب قبل ذلك، ثم راح نقوم بشرح لكم الموقع. سوف نذهب الى هذا الخيار هكذا، ثم من هنا راح نقوم بالرصيد الحالي الخاص به هو 5.86 يورو. الحد الأدنى للسحب كما تلاحظون 20 يورو على البيبال. راح ننزل إلى الأسفل، فكما تلاحظون سحبت منه 20.93، 25.52، 20.15، 21.68. هذه كلها إثباتات سحب من هذا الموقع الجميل جدا، والسحوبات كلها كانت على البيبال. يعني مجموع السحوبات الخاصة من هذا الموقع هو تقريبا في حدود $91 كما تلاحظون، $91.14. إذا هذا فيما يخص إثبات السحب الخاص بهذا الموقع. إذا مباشرة سوف نقوم بشرح لكم طريقة عمل هذا الموقع. إذا كما قلنا بعد تسجيل حساب سوف تجد هنا في يعني الرصيد الخاص بك هو 5 يورو. مباشرة راح تذهب إلى هنا هكذا، ثم تبحث عن المتجر الذي تشتري منه، مثلا علي إكسبرس هكذا. لاحظوا يظهر معي بعض الخيارات، اختر المتجر الذي تشتري منه دائما. راح ندخل على علي إكسبرس بهذا الشكل، ثم هنا يقول لي الكاش باك سوف يكون 2.5%.
يقول لي قم بالضغط على خيار اكتيف لو كاش باك. ولكن قبل ذلك هنالك بعض المعلومات هنا يجب عليك الترجمة إلى اللغة العربية وتقوم بفهمها جيدا حتى لا تقع في بعض الأخطاء التي لا تتيح لك ربح الكاش باك الخاص بك. راح نقوم بالضغط على خيار تفعيل الكاش باك هكذا. سوف يجي هنا مباشرة على هذه الصفحة، هنا راح تقوم بالانتظار قليلا، راح تقوم بالنزول إلى الأسفل ثم الضغط على خيار أوكي بهذا الشكل. مباشرة سوف يوجهني إلى تطبيق الخاص على يعني تطبيق علي إكسبرس. المهم أنك يعني إذا كنت بالكمبيوتر سوف يوجهك مباشرة على متجر علي إكسبرس على الويب، أما إذا كنت بالهاتف فقم بحذف تطبيق علي إكسبرس وقم بالضغط على خيار أوكي، سوف يوجهك مباشرة على متجر علي إكسبرس هنا على الويب وتستطيع الشراء. يمكنك أيضا يعني الشراء من هنا مباشرة بدون حذف التطبيق. إذا هذه فيما يخص طريقة العمل، هي سهلة وبسيطة جدا. راح نقوم بالعودة بهذا الشكل، فقط راح نقوم بالعودة. كما تلاحظون تم توجيه مباشرة على متجر علي إكسبرس. الآن أستطيع الشراء واسترجاع بعض المشتريات أو بعض الأموال من المشتريات الخاصة بي. راح نقوم فقط بالعودة هكذا. الآن نفس الشيء إذا كنت تشتري مثلا من موقع آخر مثلا إي باي هكذا كما تلاحظون. عندما تقوم بشراء أي شيء على متجر إي باي راح يسترجع معك 0.8%. إذا طال خيار أكتيف لو كاش باك مباشرة سوف يوجهك على متجر الإي باي وراح تقوم بالبدء في الشراء. إذا هذا فيما يخص الربح عن طريق الكاش باك أو استرجاع بعض الأموال من المشتريات الخاصة بنا. يمكنك من هنا يعني الحصول على توب كود برومو كما تلاحظون، يمكنك الحصول على بعض الأكواد أو التخفيضات الخاصة ببعض المتاجر الإلكترونية الأخرى. أيضا يمكنك الحصول على بعض التفاصيل وبعض التخفيضات الأخرى هنا الموجودة في الصفحة الرئيسية، يمكنكم الاطلاع عليها كما تلاحظون. الآن راح نذهب إلى هنا إلى الحساب الخاص بنا، ثم راح نذهب إلى البروفايل الخاص بنا على ما أظن، حتى نقوم بوضع الإيميل الخاص بنا على الباي بال حتى نستطيع السحب. هنا تقوم بملء فقط المعلومات الخاصة بك، لا أظن أنها موجودة. المهم مباشرة عندما تصل إلى الحد الأدنى للسحب وهو 20 يورو تذهب إلى هنا هكذا، ثم من هنا كما تلاحظون هذا هو رصيدك. أنت سوف تتحصل كما قلنا في البداية على 5 يورو، عندما تصل إلى 20 يورو تستطيع أن تسحب، ومن هنا يمكنك السحب. يطلب منك وضع الإيميل الخاص بك، يجب أن يكون الباي بال الخاص بك مفعل وراح تقوم بوضعه وتطلب السحب، وسوف يتم الدفع لك في غضون على ما أعتقد 7 أيام على ما أعتقد 7 أيام. يمكنك تحميل تطبيق إجرال من هنا بالنزول إلى الأسفل والضغط على خيار جوجل بلاي، راح يوجهك على متجر جوجل بلاي، راح تقوم بتحميل التطبيق الخاص بهم والعمل مباشرة من التطبيق دون اللجوء إلى الموقع. إذا هذا هو الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم. لكل شخص لم يفهم أي خطوة من بين الخطوات التي قمنا بشرحها يقوم بطرح سؤاله في التعليقات، سوف أقوم بالإجابة على الجميع. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.